دارت معارك عنيفة بين قوات الجيش الوطني وميليشيات الحوثي اليوم الخميس في أغلب جبهات القتال في مأرب، في الوقت الذي قتل فيه 9 عسكريين نتيجة إطلاق الميليشيات التابعة لإيران صاروخا على معسكر العلم بالمحافظة. وهز انفجار ضخم المعسكر نتيجة إطلاق ميليشيات الحوثي صاروخا باليستيا ما أسفر عن مقتل 9 عسكريين، غير أن مصادر أخرى تحدثت أن الجنود قتلوا في انفجار عبوة ناسفة في طقم عسكري.